مكان ممكن نبقى فيه احرار. دور على جاريكو، دور على جاريكو. سيبني أرجوك، أنا عايز أعيش. أشكرك.
أهلا يا أماندا. كونر، مبسوطة أني شفتك. مبروك يا كونر، إنك تلاقي المتحول دي حاجة صعبة، والطريقة اللي استجوبتوا بيها كانت ذكية جدا. عملت شغلك بشكل مميز يا كونر. شكرا يا أماندا. طلبنا من شرطة ديترويت تبعتهولنا عشان ندرسه أكتر، جايز نفهم حاجة من اللي بتحصل. واضح إن الاستجواب كان صعب وفي تحدي. إيه رأيك في المتحول؟ ظهر عليه كل علامات التحول، اضطراب في الإدراك، سلوك غير متوقع، وإظهار مشاعر إنسانية. ده حتى كان خايف من الموت. واضح جداً إنه كان بايظ. ده الملازم أندرسون اللي اتكلف بالتحقيق في قضية التحول. قولي رأيك فيه. أقدر أوصفه بخلل وظيفي. واضح إن عنده مشكلة شخصية بتأثر في أدائه الوظيفي، وواضح إنه مش مهتم بالتحقيق. للأسف مفيش قدامنا غير إننا نشتغل معاه. إيه هي أفضل طريقة في رأيك؟ هتأقلم مع شخصيته. من الأفضل لصالح التحقيقات إني أتجنب أي خلافات، وأحاول أتأقلم مع حالته النفسية. انتشار المتحول بين الأندرويد بيزيد باستمرار، عددهم بقى بالملايين. لو خرجوا عن السيطرة هتكون النتائج مرعبة. انت أكتر النماذج المتطورة اللي عملتها سايبر لايف. إن كان في حد هيفهم اللي بيحصل فهو انت. اعتمدي عليا يا أماندا. بسرعة يا كونر، الوقت ضيق. أقدر أساعدك؟ محتاجة أقابل الملازم أندرسون. معك تصريح؟ أيوة. الملازم أندرسون مجاش، بس استنى في مكتبه. أنا بدور على مكتب الملازم أندرسون. المكتب اللي هناك ده. أوكي، أنا هشوف. أنت وأنت تعالوا معايا. لو سمحت، تعرف امتى الملازم أندرسون عادة بيوصل المكتب؟ بيعتمد على مكانه امبارح بالليل. لو محظوظين هنشوفه بعد الظهر. شكرا. Thank you.
اتصل بهانك أندرسون. اهلا، انا هانك. انا مش متاح حاليا، سيب رسالة لو حبيت، بس ما تستناش اني اتصل بيك. بيب، اي كلام؟ ملازم أندرسون، انا كونر، الاندرويد اللي بعتته سايبر لايف. احنا تقريبا بقينا الضغط وانا مستنيك في المكتب. مبسوط اني شفتك تاني يا فندم. اه يا ربي. هانك في مكتبي. اقول لك، انت بصيت على العينات؟ التقرير بيقول ان هم اتطوروا. مش مصدق. بص على ده، صاحبنا المحقق البلاستيك رجع تاني. مبروك على ليلة امبارح، كنت ممتاز قوي. اهلا بيك يا محقق ريد. ما شفتش اندرويد زيك قبل كده. النموذج بتاعك ايه؟ اركي 800. انا نموذج اولي. نموذج اولي؟ اندرويد محقق؟ الالات هتاخد مكاننا كلنا، مش كده؟ لحظة، اعملي كوباية قهوة. اتحرك يلا. انا اسف، لكن انا باخد اوامري من الملازم أندرسون بس. او لما انسان يأمرك بحاجة تعملها وانت ساكت، فهمت؟ ابعد عن طريقي، المرة الجاية مش هتهرب من العقاب بسهولة. مصادر متعددة صرحت بأن سايبر لايف جهزت شرطة ديترويت بنموذج لمحقق من الأندرويد. انا خلاص زهقت من الشرطه، يا اما تشوف شغلك او تسلم الشاره بتاعتك، ودلوقتي بعد اذنك عايز اشوف شغلي. احب ابدا في مراجعه ملف القضيه، ممكن تقولي فين؟ اسأل هانك. اقفل الباب بعد ما تخرج. نهارك سعيد يا فندم. الحقيقة أنا حاسس إن وجودي بيسبب لك نوع من الضيق يا فندم. أحب تعرف إني آسف فعلا بسبب ده. على أي حال، أحب تعرف إني سعيد جدا بالشغل معاك يا فندم. واثق إننا هنبقى فريق هايل. ودلوقتي بما إننا فريق فلازم نتعرف على بعض كويس. هو في هنا مكتب ممكن استخدمه؟ مفيش حد بيستخدم ده.
التقرير بيقول انهم قطعوا الحاجة. جاي سيجارة بشكل جديد من التلج الاحمر. في ناس كتير مش بتقدر وجود اندرويد حواليهم. انا بتساءل، هل في سبب محدد بيخليك تحتقرني؟ ايوه، في واحد. انت بتسمع نايتس اوف ذا بلاك ديث؟ انا بحب الموسيقى دي جدا، دي مليانه طاقه. انت بتسمع هيفي ميتال؟ طيب الحقيقه انا مش بسمع الموسيقى كتير قوي، بس احب اعمل كده. انت عندك كلب صح؟ تعرفت ده ازاي؟ شعر الكلب على الكرسي بتاعك. انا بحب الكلاب. قول لي كلبك اسمه ايه؟ وانت دخلك ايه؟ سومو، بناديه سومو. لو عندك ملفات عن المتحولين احب ابص عليهم. تقرير النهاية على مكتبك، اعمل اللي يعجبك. ميتين تلاتة واربعين ملف، الأول تاريخه من 9 شهور. كل حاجة ابتدت في ديترويت وبسرعة انتشرت في كل البلد. تم الإبلاغ عن AX400 اعتدى على بشر امبارح. دي ممكن تبقى نقطة كويسة نبتدي منها تحقيقنا. أنا عارف إنك ما طلبتش تشتغل في التحقيق ده يا فندم، لكني متأكد إنك محترف. إيه رأيك لو تغور من وشي؟ أنا تم تكليفي بالمهمة دي يا فندم. أنا مش جاي أستنى لحد ما تحس إنك عاوز تشتغل. اسمع يا غبي أنت، أنا لو بإيدي كنت رميتك في صفيحة الزبالة وولعت فيك، فبطل تضايقني، فاهم؟ وإلا حوريك شغلك يا ملازم. آسف على الإزعاج، عندي معلومات عن الـ AX400 اللي هاجم الشخص ده ليلة امبارح. في حد شافه في حي ريفاندل؟ أنا هشوف.
ماشي كفاية كده، ممكن تمشي. عندنا ضباط بيدوروا في المنطقة، جايز في حد شاف حاجة. ماشي، قولي لو حد عرف حاجة جديدة. هتعمل ايه في ده؟ أنا مش فاهم حاجة. تعمل ايه؟ أخدت أول أتوبيس عدى من هنا وقعدت لآخر الخط. قرارها ده ما كانش متخطط، ده جه بدافع الخوف. الأندرويد ما بيحسش بالخوف. دي طريقة المتحولين، مشاعرهم بتسيطر عليهم وبياخدوا قرارات غير منطقية. بس ده ما بيقولش هي راحت فين. ما كانش عندها خطة ولا مكان تروح له. احتمال ما تكونش بعدت. جايز. رالف لقى ده عشان يأكل البنت. مفيد ليها، هدية عشان أعوض سوء التفاهم. رالف هيطبخ، هنعمل زي البشر، بيحبوا اللحم محروق. تعالي تعالي اقعدي. كده أحسن. رالف مر بمشاكل كتير عشان يلاقي للبنت أكل. مش من الأدب إنها ترفض. فعلا؟ هايل، هيبقى هايل. لذيذ، هتشوف، لذيذ لذيذ. أب أم بنوتة. أرجوك يا كارا، مش عايزة أكل ده. قالت إيه؟ هي قالت إنها مش عاوزة تاكله. يمكن مش كويس قوي. يمكن بتاكل أحسن من ده. بس رالف عمله ليها وهي هتاكله. انطلقي كلي. شفت الجثة في الدور اللي فوق؟ انت قتلت الانسان ده صح؟ لا لا، هو كان كده لما رالف لقاه. انت قتلت الراجل ده يا رالف، مفيش داعي انك تكذب. انت بتكره البشر لكنك زيهم، انت قاتل. رالف ما قصرش هزية. لا، الموضوع انه ما بيتحكمش في نفسه. لما بيتعصب بيجهل اللي بيعمله، بيبقى غبي مليان كره. رالف اسف، كان عايز يبقى صاحبك. يبقى سيبنا نمشي. في حد هنا؟ في دم أزرق على السور، أكيد كان في أندرويد تاني هنا. Thank you.
انا بدور على AX400. انت شفتها؟ رالف ما شافش حد. في اندرويد تاني موجود هنا؟ اندرويد؟ لا، رالف لوحده. في دم ازرق على السور، اكيد كان في اندرويد تاني هنا. رالف جرح نفسه في الطريق، ده دم رالف. ما تخافش، انا مش هأذيك. في حد فوق؟ لا، ولا حد. عاوزينها حية. Thank you.
فين؟ ما اقدرش اسيبهم يبعدوا. مش هيقدروا، مش هيوصلوا الناحية التانية. ما اقدرش اسيب الفرصة دي. انت هتعرض نفسك للموت، ما تحاولش انك تحصلهم، ده امر يا كونر. كويسه؟